السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة كده قلت اعمل معاكم وجبة اقتصادية سهلة وبسيطة، طعمها حلو شكلها حلو، ان شاء الله كده هتعجبكم. بصدر فرخة بس هعمل معاكم صينية جلاش طعمها بجد حلو قوي، يعني صدر فرخة واحد بس عامل معايا صينية جلاش طعمها حلو كده وتستاهل اللي انتوا تجربوه. يلا بسم الله كده. ده صدر فرخة كده كبير شوية مقطعاه مكعبات بالشكل ده، ومعايا هنا بصلتين متوسطين كده ومقطعاهم برضو صغير كده عشان ينضربوا في الكب، معاهم قرن فلفل حامي. البهارات بتاعتي ملح وفلفل وبهار لحمة وقرفة بس على كده. هجيب بقى الكبة بتاعتي كده وهنزل فيها بالمكونات بتاعتي، هنزل كده بالقرن الفلفل الحامي وبعد كده البصل، وهنزل عليهم على طول كمان بالفراخ، يعني المكونات كلها كده هحطها مع بعضها، وهنزل كمان بالبهارات بتاعتي الملح والفلفل والبهار اللحمة والقرفة. هضرب بقى المكونات بتاعتي دي، اللي هخليها كده ناعمة، بس مش هضربها الضرب اللي هو يخليه ناعم خالص، يعني مظبوط كده. هجيب طاسة على النار كده وهحط فيها حتة من السمنة كويس، وهسيحها كده وهأنزل عليها بقى بخليط اللي أنا عملته. هنا بعد اللحمة ما غيرت معايا لون بالشكل ده، هنزل عليهم بقى معلقتين كمان من الصلصة، معلقتين صغيرين بس من الصلصة كده. عاوز أقول لكم بجد إن اللحمة دي كان طعمها حلو قوي. وعملت معاكم كده صينية جلاش بالفراخ بصدر فرخة بس، يعني حاجة بسيطة جدا وعشوة كده خفيفة وحلو. هسيب اللحمة كده تستوي براحتها، وبعد كده هروح أنا كده أجيب الصينية بتاعتي اللي هستخدمها وهتن دهناها بحبة من السمنة كده، دي السمنة عندي سايحة كده. هدهن الصينية كده بالسمنة كويس، وبعد كده هنزل بورق الجلاش، كل ورقتين كده من الجلاش هتن فرداهم ودهنا بعد كده برضو بسمنة كده، وانت حابة تدهني بزيت زيت نوعية نظيفة كده يبقى تمام حلو خالص، لو انت عاوزة الأكلة بتاعتك تكون خفيفة وأكتر وأكتر يعني. هفرد كده نص لفة ورق الجلاش، هفردها وبعد كده هحط اللحمة بتاعتي، يعني هفرد كده هقسم نص اللفة في نصها تحت ونصها فوق كده بعد اللحمة ما احطها. عاوزه اقول لكم بجد ان انا عاوزاكم بجد تجربوها كده وتشيروها لكل حبايبكم وقرايبكم، لان بجد وصفه سريعه وبسيطه كده ومش مكلفه خالص وطعمها حلو بجد. هنزل بقى باللحمه كده وهفردها في الصينيه. عاوزه اقول لكم كمان لو حابين ان انتوا تضيفوا عليها خضار، بسلة على جزر، حاجات من دي، طعمها برضو بيكون حلو ولطيف مش وحش خالص. انا عملتها قبل كده بالبط وحبيت ان انا اوريها لكم النهارده بالفراخ، وبعد كده هعملها لكم باللحمه كمان، بس انا حبيت ان انا اوريكم الحاجه الاقتصاديه اللي انت ممكن تعمليها لو متوفره عندك، يعني صدر بطه برضو واحد بيعمل صينيه جلاش كبيره وحلوه برضو زي دي. هنا بعد ما نزلت باللحمه فردت ورق الجلاش التاني، يعني النص التاني، وبرضو ما بين الطبقات كده دهنت برضو سمنه. هنا بعد ما فردتها كويس كده بقى هجيب السكينة بتاعتي وهقطعها طبعا، ما انت حابة تقطعيها قطع كبيرة بقى قطع صغيرة انت وراحتك. عاوزاكم بقى ما تنسنيش بالاشتراك وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتحطوا لي لايك كده وتعليق حلو منكم. عاوزة اقول لكم ان انا باخد صدور الفراخ كده بخليها واحطها كل طبخة كده في كيسة، اعمل منها جلاش، اعمل منها بانيه، اعمل منها كفتة، اعمل منها اي حاجة مفرومة بتكون طعمها حلو. وبرضو ان شاء الله انا هعمل معاكم وصفات كتير بستوري الفراخ مخلية، هعمل بها حاجات كتير وهوريكم كده افكار حلوة ان شاء الله تعجبكم. بعد صينية الجلاش كده ما خلصتها وقطعتها كده، هجيب هنا بقى عندي كده بولة وهجيب بالطين. هنا الصينية ديت انا بحط لها بالطين وكوباية وربع لبن كده، يعني بحط لها كوباية وربع من الحليب كده بس. هنا نزلت كده على البيضة بحبة من الفلفل حلوين وحبة من الملح. هنا بقى كده بعد ما ارب البيض هجيب بقى كوباية من الحليب كده وهحطها، كوباية من الحليب كبير بس. انا بعد هنا ما ضفت الحليب ضفت كوباية، ضفت كمان ربع كوباية كده او نص كوباية، يعني ربع لنص كوباية كده. هقلبهم كويس كده مع بعض، وبعد كده هحطهم على الصينية بتاعتي. الصينية بتاعتي هنا بتاعت الجلاش كبيرة ما هي الصغيرة، لو صغيرة بتاخد معايا كوباية حليب واحدة، لكن هنا اخدت معايا من كوباية وربع لكوباية ونص من الحليب. هفضيها كده على صينية الجلاش وهميلها كده علشان كله يتشرب من كوباية الحليب كده. وهنا انا كنت مسخنة الفرن، هدخلها على الرف الاوسط كده تاخد لون من تحت حلو كده ولون من فوق زي ده كده، ما شاء الله كده ولا حول ولا قوة الا بالله، بجد شكلها حلو طعمها حلو، عايزاكم بجد تجربوها كده، حاجة اقتصادية وجميلة ان شاء الله كده هتعجبكم. هنا انا كنت مقطعاها بس هعيد عليها كده علشان خاطر كانت نسكت من اللبن والبيض اللي انا حطيتهم، بس هي متقطعة
بعيد عليها بس كده، وهوريكم قطعه كده، عاوزاكم بجد تجربوها كده وقولوا لي رايكم ايه. طعمها حلو بجد، واللحمه كده طعمها جميل قوي. شوفوا كده ما شاء الله، حاجه كده بصدر فرخه محشيه قدامكم، شوفوا شكلها عامل ازاي. يا ريت تجربوها لانها حاجه بجد تستاهل التجربه، اقتصاديه وبسيطه وما بتاخدش وقت كده، وطعمها حلو. عاوزاكم كده تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وبكده بقى فيديو النهاردة خلص، أسيبكم بقى في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.